وثيقة الأخوة الإنسانية تدرس في الجامعات والمدارس حول العالم، هذا ما أكده الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام في تصريح خاص لأخبار الإمارات عشية اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يصادف غدا. وثيقة الأخوة الإنسانية الآن تدرس في العديد من المدارس والجامعات حول العالم، في مصر وفي الإمارات وفي المدارس والجامعات الكاثوليكية في أماكن مختلفة. أيضا لدينا اهتمام كبير بدعم حقوق المرأة مثل ما نادت وثيقة الأخوة الإنسانية. لدينا مبادرة كل عام في نقيم ندوات افتراضية لمناقشة حقوق المرأة والأوضاع العالمية بالنسبة للمرأة في أماكن مختلفة حول العالم. أيضا نهتم بجميع القضايا الإنسانية التي تشغل الرأي العام العالمي دراستها وتحليلها، وأيضا كيف يمكن تنمية ثقافة الأخوة الإنسانية في هذه البلدان.